الغالي والنفيس، وكاين اللي في الحدود في اقصى الحدود ديال الصحراء المغربيه، وفاش كيتقاعد اولا كيولي مهدد بالافراغ، وكاين اللي كيخدم جارديني او سائق عند واحد ناهب المال العام لحياته كامله وكيشفر البلاد. زعما هذا الواقع سيء وما كيشرفناش وما كيشرفش البلاد، ولذلك حنا نطالب بتغيير هذا الوضع بالاهتمام بهذه الفئه ماديا. حتى انا خدمت الحياه ديالها وبدلت الحياه ديالها، تقاعد بشكل مريح بشكل ما تحتاجش تمد يدها او تستمر في العمل عند واحد اخر اللي كينهب المال العام واللي دار الثروه ديالو في الغالب من الاقتصاد ديال الوطني ومن التلاعب في الصفقات او من استغلال ديال النفوذ ديالو. في الوقت اللي هاد الناس ما عندهم الا السلاح ديالهم وعندهم الاجساد ديالهم اللي كانوا كيضحيوا بها، وهم من اشرف الفئات في هذا البلاد. تفضل الاخ حمزاوي على الجمعيه الوطنيه لاسر الشهداء، مشكورا. والاخ الحمزاوي مناضل ومن واحد المجموعه ديال المناضلين في قنيطره اللي تصداو شركه الضحاه ولوبيات العقار اللي كانت باغا دير لهم الاخلاء القصري ودير لهم هذاك الارض، وواحد الاستماته ديال مجموعه من الابطال والجنود السابقين اللي داروا كل ما يمكن القيام به من اجل المواجهه ديال هذا اللوبي الكبير اللي مع كل الاسف قتلهم عير الابلاك المخزنيه والجنود يعتديوا على الارزاق ديالهم ويشردوهم. فاحد ابناء شهداء القضيه الوطنيه واللي كبر محروم من الاب ديالو، والان السكن ديالهم مهدد رغم كل التضحيات اللي بذلها الاب ديالو، واللي مشى شهيد من شهداء هذا الوطن، وكان متاكد ان خلى ابنائه والزوجه ديالو في ايادي امينه، ولكن مع كل الاسف الناس اللي يسيرون هذه البلاد من حكومات ومن مسؤولين ما كانوش في المستوى باش يهتموا بهذه الفئه وابناء الشهداء والارامل ديال الشهداء. ايضا ربي عبد الرحيم اجوي رئيس الرابط رئيس المرصد الوطني الحقوقي وكاتب عام لجمعيه الوحده الوطنيه للمقاومه وجيش التحرير، اكس مينيتير سابق عسكري سابق دوزيام باتيون ترانسميسيون 76. اليوم هذا شرف لي باش نأزر هاد الاخوان هادو، وكذلك كنساند الاخوان اللي عبروا على المشاريع ديالهم وعبروا على التدخلات ديالهم. وهذا كما قالوا الاخوان ملف ثقيل فيه مجموعه ديال الهويات، بحكم عبدو ربي كنعيش هاد الملفات في العقار منذ 2013 الى يومنا هذا، ورا الاخوان كيشهدوا جميع الوقفات كنكون حاضر، جميع المراسلات وزاره الدفاع شخصيا هما عندي المراسلات، درنا لقاء مع وزاره الدفاع ما كاينش الجواب، اربعه الرسائل مديريه التجهيز كندخلوا عندهم تيقولوا حنا ما عندنا والو، الناس كتعاني كما قال الاخ مشرف على المشرف الوطني، هذيك السيده اللي قال لك ما عندهاش الدولمه، عبد ربي وجه رساله للمكتب الوطني بحكم كتكون في الدار البيضاء، جاوبني في 15 يوم ملي مشاو باش يطلقوا السيده الماء لقاو العراقيل كاينه تعليمات باش يخويو السيده ويعطيو السكنه لواحد اخر. انا كنقولها وتحمل مسؤوليتي قدام الصحاب، المراسلات عندي، يعني كما قالوا الاخوان انا باش نطول عليكم ملف ثقيل، وكاين واحد اللوبي ديال العقار هي كاينه واحد سته، كاين افراغ ديال واحد العسكري غادي نمشيو ندير وقفه تما في مراكش الخميس الجاي، عسكري صغير خدم هو وليداتو مسافر كلشي باقي خاسرين، هو محكوم الافراغ ما يزيد على قنيطره ولا خريب كما قالوا الاخوان ولا فقير صالح ولا سلا، راه معنا الاخ المنتي ديال سلا كولونيل عباد الرتبه ديال كولونيل دير تيوات في نيفو ومحكوم الافراغ، جي عندو المنفذ ديال راه حضرت ليه شخصيا هو الى تيو ديرو في نيفو وحاكم عليه بالافراغ، راه يكفي من هاد اللابوبالات. ما بغيتش انه الهدف اللي عطيناه المدير ديال المؤسسه وعطينا السكن الوظيفي هي هذاك مدني وعندو الخدمه ديالو من 8 12 من 2 6 وتيمشي بحالو،
وبينا نقارنوه لواحد العسكري اللي ما عنده وقت، ما عنده وقت بدو عليكم، كان كيدخل للتكانة ما بقاش يخرج مسكين، ربما تيبقى تما يومين ثلاث ايام عاد تيمشي عند ولادو، هادشي إلا كان في التكانة، خلينا اللي كاينين في الصحراء واللي قاعدين تما في التشاور. أما أنا ونزيدكم واحد المثل، العسكري اللي تيكون خدام، إلا تكون تيدير شي خطأ ولا تيدير شي حاجة، تيعاقبوه باش يعاقبوه، تيعاقبوه بالحبس في وسط التكانة. كاين اللي كاين خدا لي زاري هنا وهادشي ما عندش موظفين مدنيين، علاش نقارنو دابا العسكري بالموظف وتنقولو ليه راك محتل سكن وظيفي؟ هذاك راه سكن عسكري، راه ما عندو حتى علاقة بالسكن الوظيفي وبهذاك القانون باش يحكمو على هاد المحاكم هادي، هادشي اللي بغينا نقولو بهاد القضية هادي، والقضية أخرى اللي بغينا نقول نوجهها بالنسبة لرئيس الحكومة، بغينا نقولو ليه واحد الرسالة تا هو بأنه هاد الجنود هادو اللي تديرو لهم هاد الإفراغات وهاد التهديدات، هاد الجنود هادو راهم اللي ساهموا في تحرير الآلاف الهكتارات ديال الصحراء المغربية، دابا هاد الجندي مسكين طالب منكم في الآخر بتعطيو غير واحد 100 متر من ديك 100,000 هكتار اللي حرر لكم، ما طالبش شي حاجة كثيرة، لا كيفاش زعما تلتو عليه جاتكم كثيرة هاد 100 متر ولا 120 متر اللي طالب عليكم، وهو 20 عام مسكين هو في ديك الصحراء وداك التمارة وداك الشيء، هادشي اللي بغيت نقولو، تنتمناو الناس يسمعوا النداء ديالنا الله يجازيهم بخير ويهزو يديهم على هاد ويكفوا لنا هنا هاد الأحكام الزائرة وهاد التعسفات اللي تيديروا لنا، وحقق واحد القضية أخرى اللي بغينا نزيدها الله يجازيكم بخير، اللي تنقولوا هاد السيد العسكري اللي بغينا نتابعوه في احتلال السكن العسكري، تنقولوا بأنه المحكمة المدنية خصها تحكم بعدم اختصاص في هذا الملف، خص المحكمة العسكرية هي اللي تحاسب هذا العسكري هذا اللي محتل هذا المسكن هذا، أولا لأنه سكن عسكري أو مخزني وهو محارب قديم، وواحد القضية واحد المثل نجيبه لكم أنا باش الله يجزيكم اسمحوا لي واخا طول شوية، واحد المرة بغينا نديرو واحد الفرع ديال مرس مع السي أجاوي أوان، كنا بغينا نديرو حنا هنا في الزاوية واحد بغينا نكونو واحد الفرع ديال مرس، ودرنا الملف والطلبة على حساب الجمعية كما تيديرو الملفات كاملين، ودفعناهم ملي مشينا للعمالة الملف تما غرق، مشينا لعند هذاك السيد اللي في العمالة قلنا له ودي علاش الملف ديالنا؟ قال لك انتوما ما عندكمش الحق ديرو الجمعية، علاش؟ انتوما حاملين السلاح، انتوما حاملين السلاح ما عندكمش الحق ديرو الجمعية، المحارب القدامى ما عندكمش الحق ديرو الجمعية. ما فهمناش كيفاش ندير، مرة يردونا حامل السلاح العسكري في احتياطي، مرة يردونا مدني يحكموا عليك بالاحكام المدنية، والله يكون في الاوان والله يبقى هاد الحياة هادو، شكرا مرحبا. الجمعة كاع كيخرجوا، نشكروا الناس كاع اللي جاوا من بعيد او قريب او كذا، اخواني فرح صالح من المحمديه، عندي ذاك كنطلب فويت السكن، لأن أنا وحدي كندافع، لأنه نفذوا عليا المرة الأولى ودرت العصيان، هي هذيك وعقب تنتقدم دوش شهرين ثلاثة كنتقدم للمحكمة الثانية عند الوكيل ثلاثة المرة الأولى، فعلا هي هذيك، أما الضغط لا يحصى من جهة السلطة كاملة. لذلك أرى الخوف ديال الوليدات وداك الشيء من اللي كتكون نهار كتكون نهار كيكون داك التنفيذ وداك راه داك وكنجمع ناس حقوقيين وداك السكان وكذا وهذا كندافع وحدي حتى دابا المرة الأولى والثانية والثالثة ويا لي، أنا ما تفعلين يا ديك درت 12 شاهد عندي يا دابا بأنني سكن واحد داروا داك شهدوا لي الجيران يشهد 12 واحد من الناس الكبار ديال السن بان انا اللي بنيت والمصاريف عليا كامله وكلشي تكلفت به لا غير، وباختصار هذا هو كنطلبوا التفويت باذن الله
بدا الوحدة الترابية اللي هو جلالة الملك اللي رجع من 1787 بتنفيذ يد المرمزي، إلا أن للأسف الوكالة ومساكن الجهة العسكرية والإدارة الدفاع الوطني بغات إلا أن تسلم الحي العسكري إلى الهوية العقار ضد الأوامر الملكية، وإلا أن الجريدة الرسمية ديال 2010 كانت تقول إنشاء الشركة مناسبة بين الوكالة ومساكن الجهة العسكرية، وكذلك الضحى لأسسوا شركة إسكان العقار رئيس المالية لم يدعم من أجل نقل المنشآت العسكرية ومساكن وظيفية، وعلم أن السكن ديالنا هو السكن الوظيفي للإيجار وليس السكن الوظيفي. ورغم أن المذكرات الملكية ديال 2013 اللي كانت حاسمة اللي كان أن جلالة الملك من أجل التنفيذ والتأجيل والتسهيل الدولية الملكية ديال 2001 وكذلك حتى النهاية ديالها، إلا أن المؤسسة العسكرية بغيت أننا تم لقاءات مباشرة معهم بجميع المسؤولين على رأسهم المفتش العام المصالح الاجتماعية وكذلك مؤسسة الحسن الثاني وكذلك الوزير المنتدب لدى دائرة الدفاع الوطني السعودي في البرلمان في لجنة الدفاع ويؤكد بأنه ملزم تطبيق أوامر الملكية. بأول كرسنا كذلك مع رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي وكذلك بالكيران كلهم تقول لك تنفيذ أوامر الملكية ما كاينش شي حاجة فوقها، وعبتنا رئيس الحكومة هو مدير إداري ديال الوكالة ومساكن الجهة العسكرية وكذلك هو رئيس مباشر ديال إدارة الدفاع الوطني، إلا أنه كاين لعب كبير مع الهوية العقار ضد أوامر الملكية. أما بالنسبة للشهداء الوحدة الترابية الأمر الملكي محسوم 1787 لأمر ديال عبد الرحمن الرمزي والحكم جلالة الملك بصفته قائد على القوات المسلحة الملكية، كان ممكن أن يكسب 2001 رجع 1787 لرمزية الشهداء الوحدة الترابية. كذلك كدو في 2013 الناس اللي وصلوا هذه الشريحة الأولى أنت الشرايين لهذه الحالة هذه اللي لا يعقل عن محارب سابق فنا وقدا خدم خدمة فعلية 54 عام استمعوا يا الصحافة ويا أحرار المغرب 54 عام يتقاضوا الآن 1800 درهم حتى 525 درهم ما أعطوها له في العام، يعني ما وصلش 25 درهم في العام و54 عام خدمة 54 عام ماشي 20 ولا 30 عام يتقاضون 1800 درهم. بالله عليكم هل هذه دولة الحق والقانون؟ واش حنا كنضحكوا على روسنا او المسؤولين اللي كيضحكوا علينا او كذلك المنظمات الحقوقية اللي كتدافع على حقوق الانسان؟ واش هاد الشريحة ديال المحاربين والعسكريين السابقين ما عندكمش في القاموس؟ وكوني احد ابناء الصحراء المغربيه واللي تقولوا ويقولوا الناس عنا كلنا الميزانيات ديال الدوله ديالنا، فانا احد ابناء هذه الاقاليم، فاين الثروه؟ حتى هذا هذه الكلمه قالها سيدنا الله ينصره، اين ثروه البلاد؟ اليوم اللي كنطالبوا من الصحافه الحره تأزرنا بقوه ومن المنظمات اللي كتعترف بحقوق الانسان واللي حامله مشعل حقوق الانسان كذلك دافع على هذه الشريحه هذه برمتها بكامل اطيافنا بكامل شرائحها، لا قاتل سكن لا ربي لا مطرودين طرد التعسف. كاين انسان غير قالوا شفتكور اجي تخدم عندي ما بغى، تم التسريح ديالو من صفوف القوات المسلحه الملكيه ب 20 عام و 9 اشهر مشى ضحيه لا هو من عمل مدني لا هو من عمل عسكري. كذلك ما ننساوش أرامل ما ننساوش بنات الشهداء ما ننساوش أولاد الشهداء وأولاد المعطوبين والجرحى والأسرى
ويعني واش غادي نقول، ولكن نطلبوا الله عن الاحرار المغاربه يعاودوا هذه المسؤوليه هذه ويدافعوا بكلمه حق امام الراي الوطني، خصوصا يبلغوا رسائلنا وتحيه صمود وتقدير واحترام لجميع الاحرار. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.